للمزيد ينضم إلينا هاتفيا من لندن دكتور هشام قدور استشاري جراحة الأنف والأذن. دكتور هشام في البداية أرحب بك معنا على شاشة إكسترا نيوز. العالم الآن يسابق الزمن لحصار متحور أوميكرون، وجونسون يشكك في أن جرعتين من لقاح كورونا لا يكفيان لمواجهة هذا المتحور، ما تعقيبك على هذه التصريحات؟ أولا صباح الخير وشكرا على الدخلة. طبعا للأسف الأوميكرون السلالة الجنوب أفريقيا بدأت تنتشر بشدة وعلى نطاق واسع في إنجلترا. هنا بدأت من يوم 27 نوفمبر بحالتين امبارح، وعدينا 3000 حالة، يعني احنا زدنا 1100 ضعف. الدراسات الأولية بتشير إلى أن اللي تلقوا جرعتين من لقاح أسترازينيكا بعد 6 شهور تأثير هذا الجرعتين على الأوميكرون يكاد يكون صفر، واللي تلقوا جرعتين من الفايزر بعد 6 شهور تأثيرهم أو فعاليتهم على الأوميكرون حوالي 37%. لكن الجود نيوز اللي الناس الأخبار الكويسة بعد الجرعة الثالثة بتزيد فعالية اللقاحات ضد هذه اللقاحة السلالة الجديدة بنسبة تتراوح من 70% لـ75%، تمنع الإصابة بأعراض بسيطة لكن أعراض شديدة ودخول مستشفيات. المتوقع أن هذه النسبة ترتفع إلى 90%. يعني دكتور العالم الآن بحاجة إلى جرعة معززة لمواجهة هذا المتحور، ده الدلائل العلمية الأولية. لكن اللقاحات ليست بديل عن الإجراءات الاحترازية. أنا دايما بقول أن في اللقاح الدوائي اللي هي الحقنة، واللقاح الاجتماعي اللي هي لبس الماسكات، التباعد الاجتماعي، البعد عن التجمعات، التهوية، النظافة، الأكل الكويس، النوم الكويس، الرياضة، ده كلها أجزاء مكملة من أخذ اللقاح. طيب شركات الأدوية أو شركات تصنيع اللقاحات تتحدث الآن على أنه لابد من وجود لقاح يستطيع التعامل مع هذا المتحور، أو يتم تطوير اللقاح للتعامل مع متحور أوميكرون. إذا تم هذا، وفي هذا الصدد أيضا رئيس شركة مودرنا يستبعد فعالية اللقاحات الحالية ضد أوميكرون ويقول أن اللقاح المحدث ربما قد يكون جاهز في 2022، وأيضا منظمة الصحة العالمية تقول أن هذه المتحورات مستمرة معنا، إذا كلما تم اكتشاف متحور جديد أو سلالة جديدة سيتم تطوير اللقاحات الموجودة؟ ده سؤال صعب جدا الإجابة عليه، لأن من معروف أن فيروس الكورونا من الفيروسات الـ RNA اللي هي سلالة واحدة، يعني سلسلة واحدة من الجينات، تطور فيه يوميا بيحدث. صحيح. طالما أن الفيروس موجود و ده فرصة التحور بتزيد، وشفنا ان بدأنا باللقاح الأصلي في يوهان في الصين في بداية عام 2020 أو آخر 2019، بعد كده في سبتمبر طلعت سلالة كنت سبتمبر سنة 20 اللي هي الألفا سموها، وبعد كده طلعت البيتا في جنوب أفريقيا والجاما في البرازيل، وأخيرا كانت الدلتا في الهند في أكتوبر الماضي. صحيح. والنهارده ودلتا ربما هو الأكثر انتشارا حتى الآن. الدلتا هو الأكثر انتشارا، لكن المؤكد أن الأوميكرون بتنتشر تقريبا ضعف مرتين من سرعة انتشار الدلتا، وتوقع أن في خلال شهر هيبقى نص الإصابات هنا من الأوميكرون والنص الثاني من الدلتا، وفي خلال شهرين الأوميكرون. طيب دكتور استفسار أخير أو سؤال أخير، في ظل هذا القلق وهذه الدعوات وهذه الإجراءات المشددة من كل دول العالم، منظمة الصحة العالمية تدعو للتريث ولا داعي لكل هذا القلق، بما تفسر هذه الدعوة أو هذا التصريح؟ هو طبعا حضرتك في سياسة تلعب دور كبير هنا، لأن في سوء عدالة في توزيع اللقاحات، بمعنى أن في دول بتاخد 3 جرعات، وهنا امبارح رئيس الوزراء أعلن أن في خلال قبل نهاية العام كل البالغين هنا في إنجلترا هيكونوا أخذوا 3 جرعات. في المقابل دول في أفريقيا نسبة التلقيح من الجرعة الأولى لا تتعدى 3-5%، فبالتالي في هنا سوء في توزيع اللقاحات، وهو ده سبب انتشار اللقاحات وظهور سلالات جديدة، والموضوع دوت لازم طبعاً
الساسة وزعماء الدول ورؤسائها يبصوا، لأن ليس كلنا في نفس المركب. صحيح. ودي حاجة يعني أعتقد الكل بيجمع عليها، لازم يكون في توزيع عادل للقاحات. بالتأكيد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كنت معنا عبر الهاتف من لندن دكتور هشام قدور، استشاري جراحة الأنف والأذن. شكرا جزيلا لك.